في هذه المعصرة كل مراحل عصر الزيتون تتم على الطريقة التقليدية. هنا يأتي المواطن لاقتناء علته من الزيت ككل سنة، وإن ارتفع سعر بيع هذه المادة في هذا الموسم بالذات. 20 دينار غالي، ما نشرب ب 12 دينار غالي، كنا ناخذ ب 10 و9 ونص توا ب 12 دينار ياسر. الزوالة ماش لاحق، والله لا لاحق، بالكل بالدبوسة ناخذ زوز ليتر. ماكلتنا الأصلية هكا. بالنسبة للسوم، واحد وقت يبدا كاليتي به ما يلوش على السوم، يطيح أقل من 12 دينار ناخذوه برخيص، تو كي غلا مش موجود يغلى يغلى. والله غالب، والله الاسعار كما تشوف 10000 11000 12000 لتر، وهذا مربوط بصوم الزيتون. بما انه ميسره ناقصه عام جفاف، دونك الكميه تكون ما تكونش كبيره ياسر، وحسب العرض والطلب. ارتفاع اسعار زيت الزيتون يفسره البعض بارتفاع التكلفه اثناء الجني وما قبله وما بعده، اضافه الى تراجع قيمه الصابه لهذا العام. الشيء مش ظاهر، معناتها نشري الزيتون ما نعرفوش الاسواق. انا بالنسبه لي اللي خاطر نبيع العولة، اما المعاصريه المشكله نتاعهم كانوا الاسعار ماهيش ظاهره، تتراوح من الى، معناك النهار وصومه. الفلاح يجي يبيع نهار كذا، نهار ب 15%، غدو يقول له ب 17%، ما عندناش حاجه ظاهره باش الواحد يخدم مع البازكيه. اسعار من نار الزيت اسعاره متداوله في البورصه العالميه. تونس ولا احنا كفلاحة ولا كأصحاب معاصر ما عندناش حتى قدرة على التسعير، كله مرتبط بالعرض والطلب العالمي. إضافة للتغيرات المناخية اللي تونس السنة عندنا نصف صابة، كنا متوقعين صابة، عندنا نصف صابة. نصف الصابة هذا كذلك يخلي الانتاج قليل، ولو كان الانتاج وفير كانت ممكن الأسعار على مستوى وطني. التغيرات المناخية ساهمت في هالشيء هذايا. في كل موسم لجني الزيتون تتغير الملامح في الحقول وفي المعاصر والأسواق، ومع هذه الحركية تظهر نشاطات أخرى ترتبط أساسا بالزيتونة وبزيتها. إنه موسم جني الزيتون بطعمه الخاص، رغم الجفاف وثقل التكلفة على الفلاح، ورغم ارتفاع سعر زيت الزيتون على غير العادة.